كان احنا المرة المحاضرة اللي فاتت اللي هي امبارح، المفروض يعني على حسب الكريكولم اللي احنا شغالين عليه كانت المفروض تتغطى فيه محاضرتين مش محاضرة واحدة، بس الحمد لله ربنا يسر وقدرت ان انا اغطيها في محاضرة واحدة عن البيزك ساينس كله. فيمكن احنا شوية ده هيدينا وقت اكتر في ان احنا طبعا انا مش ملتزم مع حضراتكم بعدد محاضرات معينه والكلام ده خالص، يعني انا مع حضراتكم الى ان تكتفوا ان شاء الله تعالى، يعني ده ان شاء الله اللي انا انتويه، يعني ان شاء الله باذن الله حضراتكم باذن الله تبقوا خارجين من الكورس ده فاهمين كويس جدا. اي وقت يبقى فيه اكسترا ليكتشر يعني مور ذان ويلكم، يعني ما عنديش اي مشاكل خالص مع حضراتكم، في حاجه محتاجه تتعاد، حاجه محتاجه تتفهم تاني، ما عنديش اي حساسيه في الموضوع ده خالص باي شكل يعني. فاحنا باذن الله الامور فليكسبل يعني مع بعض، بحيث ان شاء الله يبقى في يعني في استفاده من الكورس ان شاء الله تعالى باذن الله. مش عارف ابتدي دلوقتي ولا انتظر حد تاني يدخل. طيب احنا ممكن نبتدي. طيب هي اليوم ان شاء الله يعني ميعادنا عن المحاضرة التانية، ويمكن المحاضرة بتاعت النهاردة شوية هي طبعا مش هنقدر نغطي كل الاوتلاينز اللي موجودة دي، ان احنا نتكلم عن الفيزيكس اوف اكس راي ايمجينج والبرودكشن اوف اكس راي والانتراكشن اوف ماترز و او الانتراكشن ما بين الراديشن وما بين الماتر والسكرين فيلم راديوجرافي وديجيتال راديوجرافي، فهيبقى صعب ان احنا نغطي الجزء ده كله في المحاضره بتاعه النهارده. ولكن جزء النهارده شويه مهم لان احنا هنتكلم عن الاكس راي والاكس راي برودكشن والاكس راي سبيكترم وايه هي الفاكتورز اللي بتاثر على شكل الاكس راي سبيكترم وكده، وهنتكلم كمان عن الانتراكشنز ما بين الاكس راي والماتر بتاعتنا. وهنحاول كده ان شاء الله تعالى ان احنا يعني يكون الكلام اكثر ارتباطا بجزء الابليكيشن، يعني الجزء التطبيقي، عشان يبقى الامور واضحه واحنا بنستفيد ايه من الكلام دوت، ونبقى فاهمين بشكل يعني اكثر واقعيه في شغلنا. الاول خالص هو فكره البرودكشن اوف اكس راي. انا عشان يحصل برودكشن للاكس راي طيب تمام. طيب انا عشان يحصل عندي برودكشن للاكس راي اللي انا محتاجه، انا دايما يعني حضراتكم في اي راديولوجي ديبارتمنت في عند حضرتك في جهاز اكس راي، الجهاز الاكس راي ده لو جيت فتحته هتلاقي فيه جوه الاكس راي ماشين فيه اكس راي تيوب. تمام. الاكس راي تيوب دي عباره عن ايه؟ لما نيجي نشوفها من جوه هنلاقي ان جوه الاكس راي تيوب في عندي موجود في انود وفي عندي كاثود. تمام. دول يعتبروا المين تو كومبوننتس اللي موجود جوه الاكس راي تيوب، يعني الاكس راي تيوب بتاعتي فيها كاثود وفيها انود، لازم يكون فيها التو الكترودز دول موجودين جوه الاكس راي تيوب. تمام. الكاثود بتاعي ده تمام متوصل بيه دايره كهربائيه، تمام، او الكترونيك سيركت هدفها انها توصل تيار كهربي جوه الكاثود بتاعي او جوه الفيلمنت بتاعي، زي ما حضرتك شايف كده ان ده شكل الفيلمنت او شكل الكاثود بتاعي بهذا الشكل. طيب
ايه اللي بيحصل؟ انا عندي ادي الفيلمنت بهذا الشكل وفي دايره كهربائيه او الكترونيك سيركت كونكتد بالفيلمنت ده. لما بيمر الكرنت او الفيلمنت كرنت، بسميه فيلمنت كرنت، ممكن يوصل لقوه مقدارها 10 امبير جوه الفيلمنت ده. خلاص الفيلمنت ده بيسخن، لما بيحصل هيتنج للفيلمنت ده ويبقى دايما بيكون من ماده ليها هاي ميلتنج بوينت، يعني بتنصهر عند درجات حراره عاليه جدا وغالبا بتبقى التنجستين. لما يحصل هيتنج للفيلمنت ده يبتدي يحصل عندي لايبريشن او تحرر لالكترونز موجوده على السيرفيس بتاع الفيلمنت عن طريق حاجه اسمها ثيرمو ايونيك ايميشن. تمام، ثيرمو ايونيك ايميشن. يبقى اول حاجه ان في كارنت متوصل بالفيلمنت بتاعي بسميه فيلمنت كارنت، بيوصل لحد 10 امبير. تمام، ده مش الكارنت اللي انا بشوفه في جهاز الاكس راي. يعني دايما جهاز الاكس راي هتلاقي فيه ملي امبير وهتلاقي فيه كيلو فولت. تمام، اللي جوه الفيلمنت نفسه هو نفسه متوصل بتيار كهربي او بالكترونيك سيركت بيمشي فيها كارنت عالي جدا ممكن يوصل ل 10 امبير عشان يعمل هيتنج للفيلمنت ده. خلاص، ونتيجه هذا الهيتنج اللي بيحصل يحصل ثيرما ايونيك ايميشن او لايبريشن للالكترونز من على السيرفيس بتاع الفيلمنت نفسه. طيب والله انا دلوقتي حصل عندي لايبريشن للالكترونز اللي موجوده على السيرفيس بتاع الفيلمنت بتاعي. طيب الالكترونز دي محتاجه انها تتحرك وتروح للانود. هتروح ازاي؟ لازم يبقى فيه بوتنشال ديفرنس، لازم يبقى فيه فرق جهد موجود اللي هو الكي في ما بين الانود وما بين الكاثود. فرق الجهد ده هيعمل ايه؟ فرق الجهد ده بمنتهى البساطه هيخلي الالكترونز دي تاخد كاينيتيك انرجي، يعني تكتسب طاقه حركه وتبتدي تتحرك في اتجاه الانود، لان الانود ليه بوزيتيف تشارج، شحنه موجبه، والالكترون نيجاتيف تشارج، والفيلمنت ده يعتبر كاثود او ليه نيجاتيف تشارج. فنتيجه فرق الجهد ما بين النيجاتيف وما بين البوزيتيف يبتدي الالكترونز نفسها تاخد طاقه حركه وتبتدي تتحرك وتروح للانود وتعمل انتر اكشن اللي بعد كده بيطلع لي الاكس راي. طيب يبقى انا دلوقتي عندي في الكترونز حصل لها لايبريشن من الفيلمنت نتيجه الكرنت اللي ماشي فيها او ماشي في الفيلمنت، والالكترونز دي بدات تتحرك من الفيلمنت اللي هو الكاثود بتاعي للانود عن طريق الكي في او البوتنشال ديفرنس اللي موجود اللي ما بين الكاثود وما بين الانود. بعد كده الالكترونز دي عملت انتر اكشن جوه الانود ماتيريال وبعد كده طلعت لي الاكس راي. طيب في حاجه حضراتكم لازم تبقوا عارفينها، ان كل ما كان الهيتنج جوه الفيلمنت كتير او كبير كل ما النمبر اوف الكترونز، يعني انا دلوقتي لو زودت التيار الكهربي خلاص اللي هو اللي ماشي فيه الفيلمنت سيركت خليته مثلا سي من 5 امبير ل 10 امبير، انت كده عملت ايه؟ زودت الهيتنج اللي حصل في الفيلمنت، فزودت النمبر اوف الكترونز اللي هيحصل لها لايبريشن من السيرفيس بتاع الفيلمنت، فبالتالي زودت من الاماونت اوف انتراكشن او البروبابيلتي اوف انتراكشن او عدد الالكترونز اللي حصل لها لايبريشن هتتفاعل مع اتومز اكتر جوه الانود فهتطلع لي اكس راي خلاص بانتنستي اكبر بعدد اكبر، يعني هيطلع لي اكس راي فوتونز بعدد اكبر. يبقى اذا الفيلمنت كارنت اللي انت زودته زود النمبر اوف الكترون، ازود الاول الهيتنج زود النمبر اوف الكترونز اللي بالتالي ادى الى زياده الانتنستي اوف اكس راي. طيب البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد او الكيلو فولت اللي حضرتك بتظبطه على الجهاز، لو انا زودت البوتنشال ديفرنس ما بين الكاثود والانود يبقى انت كده زودت الطاقه
الحركه اللي بيتحرك بيها الالكترونز عشان تروح من الكاثود للانود. لما انا ادي اكسلريشن او اكسلريتد انرجي، طاقه تعجيل او طاقه حركه زياده للالكترونز عشان تتحرك من الكاثود للانود، ده معناه ايه؟ معناه انه هيزود من فرص او من البروبابيليتي بتاعه التفاعل ما بين الالكترونز وما بين الاتومز بتاعه الانود. فهيزود حاجتين، هيزود الانتنسيتي اوف اكس راي، وهيزود طاقه الاكس راي اللي خارج. هيزود طاقه الاكس راي اللي خارج. طاقه الاكس راي اللي خارج، انا دلوقتي لو جيت سالت حضرتك الاكس راي اللي خارج من الاكس راي تيوب، هل كل الاكس راي فوتونز اللي خارجه دي ليها نفس الانرجي ولا مختلفه في الطاقه؟ يعني انا دلوقتي لو ظبطت الكيلو فولت عندي على الماشين 120 كيلو فولت، ذات مين ان الاكس راي فوتون اللي خارج من الاكس راي تيوب بتاعتي 120 كيلو فولت ولا اقل ولا اكتر ولا ايه بالظبط؟ حد عنده اجابه للسؤال ده؟ يعني الماكسيمم بتكون تمام الماكسيمم، يعني اقدر اقول ان الاكس راي بيم اللي خارج من الاكس راي تيوب مونو انرجيتك ولا بولي انرجيتك؟ بولي انرجيتك. هايل جدا. بولي انرجيتك يعني متعدد الطاقات، يعني الاكس راي اللي خارج ما هواش بيحمل طاقه واحده، لا ده بيحمل طاقات كتيره، بس اقصى طاقه او الماكسيمم انرجي بتاعتها هي طاقه الكيلو فولت اللي انا اوريدي ادجست الماشين بتاعتي عليه. فانا لو عامل ادجستمنت على 120 كيلو فولت، ذات مين ان اقصى طاقه بيحملها الاكس راي اللي خارج هي 120 كيلو فولت. طب 80، يبقى 80 كيلو فولت. بس انا عندي رينج من الطاقات، رينج اوف انرجيز، خلاص تاني خارج مع الاكس راي فولت. فعشان كده يعتبر الاكس راي بيم اللي خارج ده بولي انرجيتك مش مونو انرجيتك خالص. طيب زي ما قلت لحضراتكم، انا عندي ادي الفيلمنت يخرج الالكترونز نتيجه مرور الالكترونيك او الالكترون الكرنت اللي ماشي فيه، يطلع عندي الالكترونز اللي هي بالثيرمايونيك ايميشن، يحصل لها اكسلريشن توارز الانود، وبعد كده بتطلع لي الاكس راي بي. طيب لو انا جيت فكرت كده وقلت انا دلوقتي الالكترونز دي اللي بيحصل لها انتر اكشن مع الانود، ايه هي التايبس اوف انتر اكشنز اللي هتحصل ما بين الالكترونز وما بين الانود ماتيريال بتاعتي، وبتعتمد على ايه؟ انا عندي الكترونز واخده طاقه حركه او في بوتنشال ديفرنس زي ما قلنا كبير، مثلا 120 كيلو فولت. فعندي في احتماليات، اول حاجه ان بيحصل في نوع من التصادم بيحصل ما بين الالكترونز اللي هي لايبريتد من الفيلمنت ومع السيرفس اتومز اللي موجوده على الانود نفسها، الانود ماتيريال، وده بيفقد على هيئه حراره، يعني الالكترونز دي بتفقد الطاقه بتاعتها على هيئه حراره. هتجد ان 99% 99% من طاقه الالكترونز اللي خارجه من الفيلمنت ده فقدت على هيئه حراره، والاكس راي اللي خارج فقط يمثل 1% من طاقه الالكترونز دي. يعني انا لو خرج عندي 100 الكترونز 100 الكترون من الفيلمنت، 99 الكترون هيفقدوا طاقتهم على هيئه حراره، وفي الكترون واحد بس هو اللي هيطلع لي الاكس راي، تمام؟ اونلي 1%. طيب الكوليجن اللي حصل او التصادم اللي حصل ما بين الالكترونز وما بين الانود ماتيريال، خلاص زي ما قلت انا بيطلع عندي اكس راي. طب الاكس راي اللي اتخرج ده خرج ازاي؟ لو جينا بصينا هنا هلاقي ان انا عندي في احتمال ان الالكترون ده ينتراكت مع الالكترونيك او الالكترون اللي موجود في الكيشل اللي في ذره الانود. يعني الانود عندي عباره عن تنجستن ماتيريال مثلا، ففي اتومز، في ذرات، الاتوم
فيها الكترونيك شيلد، في الكترون في الكيشل، ان لو الاكس راي، لو الالكترون اللي خارج من الفيلمنت عمل نوك اوت للالكترون ده من الكيشل وخرجه بره المدار بتاعه بهذا الشكل، خلاص في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي ينزل الكترون من الهاير انرجي ستيت للور انرجي ستيت، خلاص عشان يعمل فيلنج للجاب اللي اتثابت في الكي شيل، يعني نزل من ال شيل للكي شيل ويطلع عندي اكس راي بسميها كاركترستيك اكس راي، طاقتها بتساوي الديفرنس في البايندينج انرجي ما بين الالكترون اللي موجود في ال ال والالكترون اللي موجود في الكي شيل. طيب عشان كده سميتها كاركترستيك اكس راي، كاركترستيك اكس راي. بس لازم الالكترون اللي هيعمل كوليجن مع الالكترون اللي موجود في الكيشل تكون طاقته اكبر من طاقه البايندينج انرجي بتاعه الالكترون اللي موجود في الكيشل. يعني مثلا دلوقتي انت محتاج ان الالكترون اللي هيعمل كوليجن مع التارجت بتاعك او مع الانود بتاعك في حاله التنجستين يكون 70 كيلو الكترون فولت. ليه مثلا؟ عشان طاقه البايندينج انرجي الالكترون اللي موجود في الكيشل مرتبط بالنيوكلس بقوه ربط 70 كيلو الكترون فولت، فانت محتاج طاقه مكافئه ليه عشان تخرجه من المدار بتاعه. لو الالكترون اللي عمل كوليجن مع التارجت انود بتاعي طاقته اقل من البايندينج انرجي بتاعت الكيشل، بالتالي مش هيقدر يخرجه من مكانه، بالتالي في الحاله دي مش هيحصل الكاركترستيك اكس راي، مش هيحصل الكاركترستيك اكس راي. يبقى الكاركترستيك اكس راي عشان يحصل ان لازم الالكترون اللي جاي من الفيلمنت يحمل طاقه كاري انرجي، خلاص، تكون اكبر او بتساوي الطاقه بتاعه الربط او البايندينج انرجي بتاعه الالكترون اللي موجود في الكي شيل. طيب زي ما قلت الكاركترستيك اكس راي، خلاص، اللي بيطلع بيحمل طاقه بتساوي الفرق في البايندينج انرجيز ما بين التو ديفرنت او تو ديفرنت اللي هو الانرجي ستيتس زي مثلا الكي والال، خلاص، فالفرق ما بينهم طالع 59.3 كيلو الكترون فولت. يعني الاكس راي اللي خارج نتيجه انتقال الكترون من ال شيل للكي شيل هيحمل طاقه مقدارها 59.3 كيلو الكترون فولت. طب لو كان الالكترون ده نازل من الام شيل مش من الكي شيل، في الحاله دي هيحمل فرق الطاقه عندي هيبقى اكبر ما بين الام وما بين الكي، هيبقى 67.6 كيلو الكترون فولت. تمام، يبقى ده الكاركترستيك اكس راي، ده الكاركترستيك اكس راي اللي هو بيطلع. طيب في نوع تاني من الانتراكشن، ان الالكترون يتفاعل او يعمل انتراكشن مع الكولومب فيلد اللي حوالين النواه، النيوكلس نفسها بوستريت شارج. تمام، ففي مجال كهربي حوالين الالكترون وفي مجال كهربي حوالين النيوكلس نفسها. ان الالكترون ده يقرب من المجال الكهربي اللي حوالين النواه البوستريت شارج فيحس ان في قوه جذب عاليه جدا ليه، هو جاي بسرعه وجاي بيتحرك بالشكل ده، فيبتدي نتيجة هذا الاتراكشن فورس اللي هتحصل نتيجة البوستيفيت شارج بتاعت النيوكلس يبتدي يحصل له ديفليكشن ويغير من مساره ويحصل له سلوينج داون. هذا التغيير او الديفليكشن ينتج عنه طاقة بسميها بريمشتراهلونج اكس راي او بريمشتراهلونج راديشن او البريكنج راديشن اللي هي اشعة الفرملة. زي ما حضرتك بتبقى ماشي بالعربية بسرعة جدا 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 وفجأة بتدوس فرامل مرة واحدة في العربية تلف منك، نفس الفكرة. فده البريمشتراهلونج اكس راي. عمليات الايمجينج او الاكس راي ايمجينج او سي تي ايمجينج بتعتمد على البريمشتراهلونج اكس راي مش الكاركترستيك اكس راي. يعني احنا لما بنيجي نعمل ايمجينج او تصوير حوالي 80% من الاكس راي اللي اوريدي بروديوسد من الاكس راي تيوب، خلاص، ده بريمشتراهلونج اكس راي مش كاركترستيك اكس راي. فانا بعتمد على هذه الاماونت او البريمشتراهلونج اكس راي في عملية الإيميجينج أو عملية التصوير بالنسبة لي. طيب الانتر اكشن اللي بيحصل ما بين الانسيدنت الكترون، الالكترون اللي جاي من الفيلمنت، لو حصل مع النيوكلس اتسلف، وده رير جدا ان الالكترون نفسه يكولايد مع النيوكلس نفسها،
خلاص. في الحاله دي هيحصل له كومبليت ديسابير، هيختفي الالكترون ده وطاقته كلها هتطلع في صوره الماكسيمم اكس راي فوتون اللي انا كنت بتكلم عليه في الحاله دي. فتلاقي مثلا عندك السبيكترم بتاع الاكس راي في فوتون يحمل 120 كيلو فولت اللي انت اوريدي ادجست الماشين عليه. طب ليه؟ هتلاقي في هذه الحاله ان حصل كولويد او حصل انتر اكشن ما بين الانسيدنت الكترون وما بين النيوكليس اتسيلف. في الحاله دي ان الالكترون نفسه بيختفي ويطلع لي الاكس راي ويذ ماكسيمم انرجي. طيب لو هو بعد شويه عن النيوكليس زي مثلا اللي هو رقم 2 ده، كل ما يبعد يديني اكس راي، خلاص هيحصل له ديفليكشن عن مساره ويدي لي اكس راي بانرجي اقل. كل ما يبعد عن النيوكليس خلاص، كان حوالين النيوكليس في زونز، الزونز دي كل ما اكون قريب من النواه من النيوكليس نفسها فانت هتطلع اكس راي بفقد، او الاكس راي اللي خارج هيبقى بطاقه عاليه. كل ما تبعد خلاص عن النيوكليس كل ما الاكس راي اللي خارج هيبقى بطاقه قليله. فبالتالي ده سبب ان الاكس راي سبيكترم بولي انرجيتك، ان في بروبابيليتيز في احتماليات. انا ما اقدرش اقول ان كل الالكترونز اللي جايه من الفيلمنت ورايحه للانود هتعمل الـ هتبقى مثلا كومبليتلي ديسابير او هيحصل لها كولويد مع النيوكليس او هتانتر اكت في مكان معين جوه الاتوم، ما اقدرش اقول كده. ففي بروبابيليتيز في احتماليات كتيره. هذه الاحتماليات انتجت في الاخر الاكس راي سبيكترم بهذا الشكل، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الفوتون انرجي على الاكس اكسس والاكس راي بيم انتنسيتي. لما اجي اقول انرجي يبقى الطاقه، انرجي الطاقه بتاعت الاكس راي نفسه. طب الانتنسيتي بتكلم عن عدد الاكس راي فوتونز. يعني انا دلوقتي بقول والله ان الطاقه دي، نفترض انا هنا من عندي مثلا من 20 كيلو الكترون فولت لحد 120 120 كيلو الكترون فولت، فبقول والله ان الفوتونز اللي خارج اللي هي تحمل طاقه 10 او 20 كيلو الكترون فولت عددها قليل جدا لانها قريبه من الصفر او من الزيرو. طب كل ما هتزيد مثلا هنا مثلا 40 كيلو الكترون فولت، النمبر اوف اكس راي فوتونز اللي بتحمل هذه الطاقه زاد. طب زود كمان شويه، النمبر اوف اكس راي فوتونز اللي بتحمل الرينج ده من الطاقه وليكن مثلا عند 50 كيلو الكترون فولت زاد، اند سو اون، لحد ما توصل لحد الماكسيمم فوتون انرجي اللي هي ال 120 كيلو الكترون فولت. هتلاقي ان النمبر اوف فوتونز او الانتنسيتي هنا بقت قليله جدا، قليله جدا. فده يقول لك ايه؟ ان البروبابيلتي بتاعت الانتر اكشن ان يحصل كومبليت كوليجن او كومبليت ديسابيرنس للالكترون مع النيوكليس نفسها ده رير جدا، ده نادر جدا. عشان كده عدد الفوتونات اللي بتحمل الماكسيمم انرجي بتبقى قليله. طيب اما يا ترى المعظم الاكس راي سبيكترم بتاعي في اني رينج من الطاقه؟ قال لك فروم ثيرد تو هاف ذا ماكسيمم انرجي. يعني انا لو عندي مثلا الماكسيمم انرجي هنا 120 كيلو الكترون فولت، معظم او الافرج انرجي للاكس راي فوتونز تبقى تقريبا 1 ثيرد تو هاف الماكسيمم انرجي ده. يعني مثلا لو قلنا 120 يبقى انا معظم الطاقات بتاعتي 60 كيلو الكترون فولت. معظم الاكس راي فوتونز اللي خارجه من الاكس راي تيوب تحمل ال 60 كيلو الكترون فولت. عشان كده انا بعتمد، ما بقولش انا بدي اعمل ادجستمنت ل 120، بس اللي خارج عندي من الاكس راي تيوب معظم الفوتونات خارجه او الموست اوف فوتونز عندي كاري ال 60 كيلو الكترون فولت. طيب ايه السبايكس دي؟ دي اللي انا قلت عليها اللي هي كاركترستيك اكس راي. هنا كي دي بتريبريزنت ان انا عندي الكترون خلاص عمل كوليجن مع الكترون موجود جوه الكيشل وخرجه، ونزل الكترون من ال شيل عشان يملى الجاب اللي موجوده في الكيشل دلوقتي، فطلع عندي البيك دي. البيك دي بتريبريزنت خلاص الايه؟ بتريبريزنت الكاركترستيك اكس راي عند القيمه دي او عند قيمه الطاقه دي. طيب البيتا، ايه الفرق ما بين الالفا والبيتا؟ البيتا بتريبريزنت ان الالكترون اللي نزل ما نزلش من ال ستيت او ال انرجي ستيت، بينما نزل من الام ستيت، من الستيت الاعلى. فعشان كده الديفرنس في الانرجي ما بين التو انرجي ليفلز بقى اعلى، عشان كده قيمه الكي بيتا هنا عند انرجي اعلى من الكي الفا. تمام؟ وده بيبقى كاركترستيك مميز لنوع الماتيريال نفسها. نوع الماتيريال دي بستخدم تنجستين او مولبدنم او وات ايفر، ايه هي الماتيريال اللي انا بستخدمها، فالكاركترستيك اكس راي بتاعتها بتبقى مميزه لنوع الماتيريال. ليه؟
لان هي ليها بايندينج انرجي الالكترون بتاعها في الكيشل بقيمه معينه. عشان تخرج الالكترون ده انت محتاج طاقه معينه عشان تخرج. لحد هنا مفهوم يا دكاتره؟ طيب في لو سمحت اتفضل. الكاثود الكاثود the material of cathode in x-ray tube. تمام انا هرجع للكاثود هتكلم عن كل كومبوننت موجود جوه الاكس راي تيوب. خلاص هو برضو هاي ميلتنج بالمناسبه يعني هو هاي ميلتنج ماتيريال. خلاص بتتكون من برضو من التنجستين. خلاص برضو ليها هاي ميلتنج تمبريتشر عشان تتحمل الهيتنج افكت. تمام بس انا ماجل الجزء بتاع الكومبوننتس عشان هو جزء شويه يعني ايه هيبقى فيه تفاصيل كتيره مش 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 فهم وينما حفظ يعني. يعني انا هقعد اتكلم في حاجات كده اللي هو ايه الكومبوننت الفلاني في كذا بيكون من كذا كذا كذا، لكن انا مركز دلوقتي ان انا بس انقل لكم فكره البرودكشن وفكره الاكس راي سبيكتروم والفاكتورز اللي بتاثر عليه عشان ده استيعابه عندي اهم من الانود عباره عن ايه والكاثود عباره عن ايه والفوكسنج كاب والجلاس انفلوب والحاجات دي. تمام كده وصلت الفكره؟ انا ما عدتش حاجه ما تقلقيش حضرتك. لا طيب اوكي. طيب ايه اللي بيحصل في الاكس راي سبيكتروم اللي قدامي ده؟ لو انا جيت عملت انكريزنج للكيلو فولت او عملت انكريزنج للتيار، في خد بال حضرتك في حاجه اسمها فيلمنت كارنت وفي حاجه اسمها تيوب كارنت. التيوب كارنت ده بيريبريزنت الالكترونز اللي بتتحرك من الفيلمنت للانود، فده بسميه تيوب كارنت. ده اللي قيمته بالملي امبير، ده اللي قيمته بيه الملي امبير اللي انا بعمل بيه ادجستمنت على الماشين نفسها. انا عايز كام ملي امبير؟ من 0.5 ملي امبير ممكن يوصل لحد مثلا 1000 ملي امبير. طيب الفيلمنت كارنت ده اللي هو قيمته بالامبير، قيمته عاليه وده اللي مسؤول عن الهيتنج بتاع الفيلمنت نفسه. طيب الحته دي مهمه جدا ان حضرتك تبقى عارف او تميز ما بينها، بس الاثنين بيعتمدوا على بعض. اكيد طبعا بيعتمدوا على بعض في الاماونت او في كميه الالكترونز اللي هتطلع، وبالتالي برضو الاماونت بتاع الاكس راي فوتونز اللي هتبقى برديوسد من الاكس راي تيوب. طيب لما اجي اقول انا دلوقتي عندي ادي الاكس راي سبيكتروم بهذا الشكل، هلاقي ان شكل الاكس راي سبيكتروم زي ما قلت في جزء اللي هو الكونتينوس سبيكتروم ده بيمثل لي البريمش تراهلونج اكس راي، والجزء اللي هو السبايكس ده بيمثل الكاركترستيك اكس راي. في جزء هنا كده المفروض شكل الكيرف ده او شكل السبيكتروم ده يبقى اساسا الدوتس لاين دي مش الشكل ده. طب الشكل ده ظهر ازاي؟ ده معناه ايه؟ معناه ان في جزء كبير من في جزء هنا من الاكس راي فوتونز مش موجود، اختفى. اختفى نتيجه وجود فلترز. الفلترز دي انا دلوقتي لما نسمع عن ان انا عندي فلتر موجوده جوه الاكس راي تيوب، الفلترز دي بتبقى لو ثيكنس ماتيريال ولو دينستي ماتيريال. وظيفتها ايه؟ لما الاكس راي فوتون اللي خارجه من الاكس راي تيوب زي ما قلت انها بولي انرجيتك، يعني بتحمل طاقات من الطاقات قليله جدا، ممكن تبقى مثلا بالكترون فولت خلاص لحد 120 كيلو الكترون فولت. طيب او 140 على حسب الماكسيمم انرجي اللي انا اوريدي عامل لها ادجستمنت. في جزء بالاول ما بيعديش من الجلاس انفلوب خلاص بتاعه او من الهاوس بتاع الاكس راي تيوب نفسها، هو اصلا مش هيقدر يعدي، بيبقى اتينيويتد قبل ما يعدي. خلاص الجزء ده لحد 20 كيلو الكترون فولت، لحد 20 كيلو الكترون فولت. طيب في بعض اللو فوتون انرجيز كمان بيحصل لها ابسوربشن لما تيجي تعدي على الفلترز ده. الفلتر ده حاجه لو ثيكنس ماتيريال من مثلا الالومنيوم او الكبر او وات ايفر، بتقدر انها تريموف اللو انرجي اكس راي فوتون. فبالتالي ايه اللي هيعدي؟ الهاي انرجي، لان اللو انرجي حصل له ابسوربشن، حصل له اتنيويشن، ما عداش. فبالتالي في جزء من الانتنستي، جزء من النمبر اوف اكس راي فوتونز اتشال من السبيكتروم بتاعك اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء اللي هو قدامي ده. خلاص عشان كده الانتنستي هنا نزلت قوي في الجزء الاولاني ده مع اللو
انرجي مع الطاقه القليله. ليه؟ نتيجه الفلتريشن اللي حصل انه شال الجزء ده وما خلاهوش يعدي من الفلترز، ما خلوش يوصل يحصل له برودكشن او يحصل له يعدي من البورتال بتاع الاكس راي تيوب. طيب لو انا جيت زودت الكيلو فولت، انا مثلا دلوقتي عندي 2 سبيكترم بهذا الشكل، وانا عملت ادجستمنت مثلا على الماشين عندي للو كي في، وبعد كده عليت الكي في بتاعتي خليتها مثلا من 80 ل 120، من خلال الكيرف اللي حضرتك شايفه ده او من السبيكترم اللي حضرتك شايفه ده، تقدر تقول لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت شايفه متغير؟ تمام. لما نيجي اقول لك ايه اللي حصل يبقى هتقول لي ايه اللي حصل في الانتنسيتي، ايه اللي حصل في المينيمم انرجي، ايه اللي حصل في الماكسيمم انرجي. تمام كده، الانتنسيتي، المينيمم انرجي، الماكسيمم انرجي، والافريج انرجي كمان. يبقى دلوقتي خلاص انا بتكلم في اربع حاجات. هل يا ترى المينيمم انرجي اتغيرت ولا زي ما هي؟ ما اتغيرتش. تمام. الماكسيمم انرجي اتغيرت ولا زي ما هي؟ زادت. تمام. طيب الانتنسيتي، النمبر اوف فوتونز اتغير ولا زي ما هو؟ زادت. تمام، هايل جدا. طيب ال- 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 القيمه بتاعت الكاركترستيك اكس راي اتغيرت ولا زي ما هي فيكسد؟ لانها زي ما قلت دي حاجه يعني كاركترستيك للتارجت ماتيريال نفسها، انا ما عملتش حاجه، انا كل الفكره ان انا اديت كي في زياده مش اكتر من كده. طيب الافرج انرجي زادت ولا لسه زي ما هي؟ ان انا مش انا قلت الافرج انرجي او الافكتيف انرجي يعتبر 1/3 تو 1/2 الماكسيمم انرجي، يعني بجيب الماكسيمم انرجي واقسمها على 3 واقسمها على 2، في الرينج ده هو ده الافريج انرجي، يعني الافريج متوسطه الانرجيز بتاعه الاكس راي فوتون اللي هي اوريدي برودوسد من الاكس راي تيوب، يعتبر هنقول عشان نسهل على انفسنا في الحساب هاف الماكسيمم انرجي. تمام، فلو انا شغال 80 يبقى الهاف كام؟ 40. لو انا شغال 120 كيلو الكترون فولت يبقى الهاف كام؟ 60. جميل، يبقى اذا حصل ايه في الافريج انرجي؟ زادت. حصل ايه في الماكسيمم انرجي؟ زادت. حصل ايه في الانتنسيتي؟ زادت. حصل ايه في المينيمم انرجي؟ ما حصلش اي حاجه. يبقى زياده الكي في ادى الى زياده الاكسلريشن بتاع الالكترونز اللي موجوده، فادى الى زياده الانتر اكشنز اللي هتحصل ما بينه وما بين التارجت اتوم، فزود لي الاكس راي، الاكس راي فوتونز انرجي والاكس راي فوتون نمبرز خلاص، وزود الانتنسيتي وزود الافريج انرجي. تمام. لما نيجي نقول انا دلوقتي عندي ثبتت الكيلو فولت بتاعي وعليت الكرنت او عليت الملي امبير بتاعي اللي انا اوريدي ريكويستد عندي طلبته من لو كرنت لهاي كرنت، من 200 ملي امبير ل 300 ملي امبير، ايه اللي حصل في السبيكتروم؟ ها مع بعض مينيمم انرجي تمام، يبقى اللو انرجي والماكسيمم انرجي تقريبا الاثنين واحد، مفيش اختلاف، لا حصل تغيير في المينيمم انرجي ولا حصل تغيير في الماكسيمم انرجي ولا حصل تغيير في الكاركترستيك. تمام، حصل تغيير في الافرج انرجي ولا ما حصلش؟ ما حصلش، لانها ما تعتمدش عليه، لانه بيعتمد على الماكسيمم. تمام. طيب ايه اللي حصل فيه تغيير؟ الانتنسيتي اوف راديشن. تمام كده، البيك كانت هنا فجأة البيك عليت بقت هنا. تمام كده؟ تمام. تمام. طيب هنا بقى انت استخدمت فلتر او ما استخدمتش فلتر. عندي في انا زودت الثيكنس بتاع الفلتر اللي انا مستخدمه عشان يشيل اللو انرجي اللي هتطلع من الاكس راي فوتو. لو انا ما عنديش اي فلتريشن فالبلو لاين ده هو اللي بيمثل شكل الكيرف في الحاله العاديه. طب لو انا زودت الفلتريشن ايه اللي هيحصل؟ ها، اول حاجه الماكسيمم انرجي زي ما هي. طيب المينيمم انرجي اتغيرت. ليه اتغيرت؟ لانك لما ما كانش في تمام الفلتر يعني الانرجي تمام، هايل جدا، هايل جدا. طيب
يبقى المينيمم انرجي بتاعتي هتتغير مع الفلتريشن. طيب الكاركترستيك اكس راي ما لهاش تغيير، طب الافريج انرجي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اتغيرت. طب ليه اتغيرت؟ ليه زادت؟ انا باخد افريج من اللو انرجي راحوا، فبالتالي الافريج. تمام، نفسرها عشان تبقى واضحه اكتر. لو انا عندي من 1 لحد 100 كيلو الكترون فولت فوتون، تمام كده، فالافريج بتاعهم 50، تمام كده، ده متوسط الطاقه. طب انا شلت منهم بالفلتريشن اول 30، فالطاقات عندي من كام لكام؟ بقت من مثلا من 30 لحد 100. تيجي تجيب الافريج بتاع من 30 ل 100، خلاص مش هيبقى 50، هيبقى ازيد، هيبقى تقريبا مثلا حوالي 65. خلاص، يبقى انت كده ايه اللي حصل؟ انك الافريج انرجي زادت نتيجه انك انت حطيت فلتريشن. يعني يمكن لما هنيجي نتكلم بعد كده عن الارتفاكت، السي تي ارتفاكت، وتلاقي ان تسمع عن حاجه اسمها البيم هاردنينج ارتفاكت، او ان في شريحه او في مثلا مسامير تلاقي في منطقه بلاك ظهرت او بلاك سترايكس موجوده، صح كده؟ مش ده بيحصل عند حضراتكم في الصور؟ تمام، يقول لك ده مثلا من البيم هاردنينج. البيم هاردنينج ده هو نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيه، ان الاكس راي بيم نفسه وهو انسلنت على البيشنت قابل حاجه ليها هاي دينستي ماتيريال، فعملت ايه؟ شالت كل السوفت انرجيز، كل الطاقات الضعيفه، فزودت الافريج انرجي، فزودت البنتريشن باور بتاع الاكس راي اللي معدي من اللي هو اوريدي ترانسميتد من الميتال او من الشريحه. فبالتالي لما هتيجي توصل للديتكتور، والديتكتور هنا مش فاهم هو الديتكتور بيعمل ايه، بيبتدي يشوف الاكس راي فوتونز اللي واصله له كلها، ويبتدي يعمل لها نورماليزيشن، يبتدي يشوف المنطقه دي جاي لي منها مثلا انتنستي عاليه، فبالتالي ما دام انتنستي عاليه يبقى جايه من لو دينستي ماتيريال. طب المنطقه دي جاي لي من انتنستي قليله، معناها ان دي هاي دينستي ماتيريال، تمام، and so on. فهو يبتدي يقول ايه؟ يقول والله انا جاي لي هنا بقى انتنستي عاليه او انرجي عاليه، لان حصل بيم هاردنينج والافريج انرجي زادت اللي وصلت له، فيبتدي يترجمها لاني لون؟ يترجمها للون البلاك، الاسود. ليه؟ لان هي هتبقى بالنسبه له لو دينستي ماتيريال، فهيميل اكتر للبلاك، فعشان كده يظهر عند حضرتك في الصوره الايه؟ البلاك سترايكس اللي موجوده نتيجه وجود الشرايح والمسامير والحاجات دي. نتيجه ايه؟ فكره، هو الفكره هنا معتمده على اللي انا بقوله، فكره الفلتريشن او البيم هاردنينج. تمام، واضحه دي؟ تمام. بتبقى الانهيرنت فلتريشن هو اللي بيتقال عليه التيوب اللي بتصغر. الانهيرنت تمام. في عند حضرتك في تو تايبس من الفلتريشن، في من الانفلوب نفسه، تمام، اللي هو الانهيرنت فلتريشن، وفي لو انا كمان حطيت فلتر على البورتال بتاع الاكس راي تيوب نفسها، فبقى عندي تو تايبس من الفلتريشن. لو انا اللي جيت زودت الفلتريشن ده خلاص من بعض، يعني انت مثلا عند حضرتك في الماموجرافي استخدم نوع معين من الفلتر مختلف عن الاكس راي تيوب العاديه، مختلف عن السي تي، فكل حاجه ليها فلتر معين، فالاكس راي سبيكترم بتاعك هيختلف، تمام، بس في انهيرنت فلتر، انهيرنت فلتريشن نفسه مرتبط بالهاوس او من بالانفلوب نفسه بتاع الاكس راي تيوب. طيب لحد هنا الامور واضحه ولا فيها مشاكل؟ اوكي. حاجه برضو عايز اسال حضراتكم فيها، يعني يمكن مثلا في هل دلوقتي مثلا يمكن الستاندر كيلو فولت اللي الناس كلها بتستخدمه اللي هو ال 120 كيلو فولت، صح كده؟ ولا في حد بيستخدم اقل؟ يعني حالات البيدياتريك والله اغلبهم 120. طيب طيب، يعني تفتكروا حضراتكم مثلا لو احنا استخدمنا مع مودريت سايز بيشنت او ثين بيشنت، استخدمت كي في 100 او 80 كيلو فولت، الصوره ممكن تبقى كويسه اكسبتد ولا لا؟ لو مع البيدياتريك ممكن اشتغل بكام كيلو فولت؟ 80 مثلا هيبقى اكسبتد، يمكن
يعني ممكن لأنه الثيكنس ألفا. تمام. يعني مصدر. طيب في حتة أنا 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 مش عايزة يعني عديها بدل ما أنا بتكلم دلوقتي عن السبيكترم وال وال والكي في. يمكن الجزء ده هنتكلم فيه بعدين، بس انا عايز بدل ما انا يعني اتكلمت فيه دلوقتي فممكن اربطه بالجزء ده اللي هو علاقه الكي في وعلاقتها بالذات في حالات الصبغه. يعني يمكن حضراتكم عارفين ان دايما نقول لك ايه، انت لما هزود الكي في هتطلع صوره كايمج كواليتي افضل. يمكن الكونسبت ده هو اللي هو بالذات مثلا في الكمبيوتر توموجرافي يعني او الاشعه المقطعيه. الكلام ده مش دايما صح. يعني انا لما يكون عندي الكي في بتاعي النمبر او الكي في بتاعي استخدمت لو انرجي كي في او هاي انرجي كي في، ده معناه ايه؟ معناه ان الكوانتيتي او نمبر اوف فوتونز ان كيس ان انا عندي لو انرجي كي في هتبقى اقل من النمبر اوف فوتونز والانرجي بتاعه الفوتونز اللي موجوده في الهاي كي في. تمام كده. طيب الترانسميتد اكس راي فوتونز اللي هتعدي من البيشنت في حاله اللو انرجي كي في هتبقى اقل من الترانسميتد اكس راي فوتونز اللي هتعدي من البيشنت في حاله الهاي كي في. صح كده ولا انا غلطان؟ تمام، هايل جدا. طيب لما يكون النمبر اوف فوتونز اللي هتعدي من البيشنت وهتوصل للديتكتور او هتوصل للايمج ريسبتور بتاعي عددها قليل، ده معناه ايه؟ معناه ان بقى في عندي نويز. بقى في عندي نويز. يعني ايه كلمه نويز؟ دايما بنسمع كلمه نويز. كلمه نويز دي بتوحي بايه او معناها ايه؟ معناه ان حضرتك دلوقتي المفروض مثلا الايمج ريسبتور بتاعك او الفيلم بتاعك او الصوره بتاعتك عباره عن بيكسل. تمام كده. حضراتكم مثلا معاكم موبايلات، فمثلا الموبايل ده 10 ميجا بيكسل، موبايل تاني 20 ميجا بيكسل. كل ما زاد النمبر اوف بيكسل كل ما زادت الريزوليوشن بتاعه الكاميرا بتاعتي. صح كده. طيب البيكسلز دي اي صوره في الدنيا زي صوره الاشعه المقطعيه فيها بيكسلز. البيكسلز دي بتكونتين بتحتوي انفورميشن معلومات. فلو انا عندي في كل بيكسل ليها فاليو ليها قيمه معينه. القيمه دي لو كل البيكسلز اللي موجوده في الصوره لو كل البيكسلز اللي موجوده في الصوره بتاعتي بتحتوي على نفس القيمة بتاعت المعلومة بتاعتي بتاعت الانفورميشن، نفس النمبر اوف فوتونز واصل لكل بيكسل عندي، البيكسل الاولانية في الصف الاولاني وصل لها 10 فوتون، فكل البيكسل وصل لهم 10 فوتونز مثلا. فبالحالة دي في فاريشن ما بين النمبر اوف فوتونز اللي موجودة في كل بيكسل والتاني ولا لا؟ ولا كله ثابت؟ تاني، كل بيكسل عندي موجود في الصوره كونتين 10 فوتونز 10 سيجنالز. تمام كده. لا ما في فاريشن، ما فيش اي شيء، ما فيش اي تغيير. جميل. طيب لو انا بقى خليت النمبر اوف فوتونز اللي هي هتوصل للايمج بتاعتي قليل، وارد البروبابيلتي بتاعت الفاريشن في البيكسل يزيد ولا يقل؟ يزيد الفاريشن. لما يزيد الفاريشن يزيد النويز. يزيد النويز يعني في بيكسلز عندي ما بتحتويش على نفس النمبر من الاكس راي فوتونز اللي وصلت لها. يعني في بيكسل عندي فيها 10، في بيكسل فيها 5، في بيكسل فيه 3، في بيكسل فيه 7. في فاريشن. الفاريشنز ده نتيجه ان النمبر اوف فوتونز اللي وصلت للريسبتور بتاعي نوت انف انها تديني ايمج كويسه. ده بيحصل، ده بسميه نويز. ده بيحصل مع اللو كي في بالذات لو انا عندي بيشنت فاتي بيشنت. فالفاتي بيشنت ده هيعمل ابسوربشن للراديشن اللي انسيدنت عليه، فبالتالي الترانسميتد فوتونز بتاعته هتبقى قليله جدا، فيبتدي يظهر عندي دوتس موجوده في الايمج بتاعتي سودا، نتيجه ان دي الدوتس دي بيكسل بس ما وصلهاش السفيشنت كاونت او sufficient photons اللي ادتني صوره او ادتني معلومه. تمام كده.
فكل ما البيشنت بتاعك حجمه صغر بقى ثين بيشنت تقدر تقلل الكي في وانت مرتاح. طب البيشنت فاتي لا اشتغل في ال 120 كي في. الريجون اللي انت بتصورها زي السكال فيها بون دينستي عاليه فمحتاج نمبر اوف فوتونز اعلى وبنتريشن باور اعلى فبتزود الكي في. منطقه زي البلفس فيها البلفيك بون فمحتاج بنتريشن باور فبتزود الكي في. طب حاله بيدياتريك حاله طفل خلاص الطفل ده بالنسبه لي ثانيه واحده بس اظبط الباور بتاع اللاب. الو يا دكتوره معلش اسف بس اللاب كان هيلز. تمام طيب يبقى لازم اختار القيمه بتاعت الكي في اللي تبقى مناسبه للفحص بتاعي. طيب هنا مثلا طبعا حضراتكم ادرى مني بالصور يعني دي صوره سي تي صوره اشعه مقطعيه تمام وهنا مثلا الفيزل ده او الاورطه هنا في صبغه تمام في كونتراست وهنا في صبغه برضو نفس الصوره بس بديفرنت كي في. طيب تتوقع مين فيهم بكي في اعلى مين فيهم بكي في قليل؟ هتكتشف ان الصوره اللي فوق دي بكي في عالي وهتكتشف ان الصوره اللي تحت دي بلو كي في. طب ليه؟ الصوره اللي فوق دي صوره سموز ناعمه لو جيت بصيت على اي في الباك جراوند هنا هتلاقي هنا هنا الصوره شويه مور شارب عن هنا فالنويز هنا عاليه عن هنا فالصوره دي مور او سموز لكن الكونتراست بتاع الاورطه هنا بالنسبه للباك جراوند اقل من الكونتراست بتاع الاورطه هنا للباك جراوند. طب ليه؟ مع ان انا مستخدم هاي كي في فالمفروض يكون الدكتور لان الصبغه امتصت اغلب الفوتونات. الصبغه دكتور معلش هتمتص اغلب الفوتونات تمام ما هي نفس الصبغه موجوده في الصورتين يعني نفس البيشن. ليه هنا لما استخدمت لوكي في هنا الصوره طلعت بهاي كونتراست قدرت اشوف الاورطه هنا بالنسبه للباك جراوند شايف واضح جدا اما هنا بالنسبه لي الصوره مش واضحه. وانا نفس الفكره اللي قلت لك معاك زاد البنتريشن باور فور الدون فالبنتريشن ايكوال يعني في انتاج اكثر على الفيلم يعني انه الفيلم اللي بيوصل في البنتريشن عشان هيك طلعت شوي جريد. اما اللو كي في بي البنتريشن اقل فطلعت جريد. تمام تمام دكتوره تمام لان انا لما استخدمت لو كي في هاي كي في الهاي كي في عنده بنتريشن باور عالي فالاكس راي فوتونز هتعدي من الصبغه وهتعدي من الفات وهتعدي من الاير. فكره السي تي ايمج نفسها معتمده على ان في كونتراست تباين ما بين الاوبجكتس وبعضها او الاورجانز وبعضها. طب الكونتراست ده بيحصل نتيجه ايه؟ الاختلاف او الديفرنس في الدنستيز المختلفه كثافات المختلفه. طب اعمل ماكسمايزيشن للاختلاف ده ازاي؟ بان انا استخدم لو كي في لاني لما هستخدم لو كي في ليه لو بنتريشن باور هتقدر عندي الكونتراست ميديا او الهاي دينستي اوبجكت بتاعي يقدر يابسورب راديشن بفرق واضح عن الباك جراوند فيبتدي يظهر عندي تظهر عندي الصبغه منوره جدا كده بالمقارنه بالباك جراوند. ليه؟ لانها هاي دينستي ماتيريال فبالتالي البنتريشن باور بتاعت الاكس راي مش كبيره عشان كده قدرت توقفها وتمتصها فبالتالي وضح الفرق ما بينها وما بين الباك جراوند على عكس في الصوره اللي فوق تمام هاي بنتريشن باور للاكس راي فقدرت تعدي من الكونتراست ميديا فبالتالي الفرق اقل ما بينها وما بين الباك جراوند. ريسنتلي او دلوقتي في كتير قوي من الببليكيشنز بتتكلم عن استخدام اللوكي في
سبيشالي لو انت بتتكلم في 80 كيلو فولت او 100 كيلو فولت مع الثين بيشن وحالات الانجيوغرافي افكتيف جدا 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 وبيطلع صوره بكونتراست كويسه جدا جدا حتى لو كميه الكونتراست اللي انت مستخدمها كميه الصبغه النمبر اوف مليمترز اللي انت مستخدمها قليل او حتى الكونسنتريشن بتاع الصبغه قليل فهو افكتيف جدا جدا في تطليع صوره كويسه. طيب امتى بستخدم الهاي كيفي؟ لو انا عندي فاتي بيشنتس زي ده، في فاتي بيشنت وبصور منطقه البلفس ريجون مثلا، فبحتاج ان انا ازود الكي في بتاعي عشان اطلع صوره كويسه واشيل البلاك سترايكس اللي موجوده دي او الارتفاكتس اللي موجوده دي في الصوره. تمام، دي من مشاكل الكي في القليل مع الفاتي بيشنت او مع الاوبيز بيشنت. لكن ستاندر كي في النهارده 80 او 100 كي في 80 او 100 كي في از مور ذان انف في حالات الثين بيشنت او حالات المودريت سايز بيشنتس كمان. لكن الفاتي بيشنت بنتكلم في 120 كي في ماكسيمم 140 كي في فور يعني اللي هو البيشنت الفيري اوبيز بقى حاجه يعني بيشنت فاتي جدا يعني. طيب في حاجه برضو اللو كي في بيحسن حاجه اسمها الكونتراست ريزوليوشن. الكونتراست ريزوليوشن معناه ايه؟ معناه ان انا عندي تو اوبجكت او تو اورجانز مفيش اختلاف كبير ما بين الدنستيز بتاعتهم زي الفوكال ليجن اللي موجود ده وما بينه وما بين الليفر. الاختلاف في الهاونس فيلد يونت بتاعتهم مش كبير. فلو انت مستخدم هاي كي في البنتريشن باور عالي فيقل الديفرنس في الكونتراست فما تقدرش انك انت تشوفه بشكل واضح. فلو قللت الكي في مع الحالات دي يديك كونتراست ريزوليوشن عالي وتقدر تشوف الاوبجكتس او الليجنز اللي ليها لو ديفرنت في الهاونس فيلد يونت ما بينها وما بين الاورجانز اللي حواليه. تمام، انا مش عارف هل كده حضراتكم معايا ولا حاسين ان في ان الدنيا سكاتر ولا معلومه بتثبت اكتر. مش عارف. يعني انا بس بحاول ان انا اربط المعلومه بحاجه ليها علاقه بالابلكيشن تاني، فانا بس خايف ان حضراتكم تبقوا سكاترد معايا عشان بتكلم في مواضيع او بدخل حاجات في الابلكيشن. فلو حضراتكم يعني مشتتين وعايزين نمشي بطريقه محدده وسيستماتيك ماشي اوكي، لو تمام الطريقه دي افضل وكده بنفهم احسن يبقى تمام. يعني اكمل على كده؟ لا الطريقه كويسه يا دكتور. طيب تمام الحمد لله. فبرضو حضراتكم هتلاقي في ببليكيشنز كتير بتتكلم على موضوع الكي في حتى في حالات الكوروناري انجيوغرافي. في ستادي هنا برضو معموله استخدام ال 100 كي في والفرق ما بينها 120 كي في، واضح جدا الكونتراست بتاع الكوروناري ارتريز في حالات ال 100 في حاله ال 100 افضل من ال 120 كيلو فولت. طيب كده فهمنا الدور اللي بيلعبه الكي في. في نقطة مهمة جدا يمكن برضو النقطة دي مشروحة، هو دلوقتي ايه اللي خلى الكي في بالنسبة لي او الحتة دي تخلينا نخش في الانتراكشن بس مش مشكلة، الصبغة او الكونتراست ميديا بتاعتي تمتص او تابسورب اللو انرجي احسن من الهاي انرجي. هل بس البنتريشن باور بتاع الكي في بتاع الاكس راي ولا في حاجه تانية؟ في حته اللي بتكون قريبه من ايه دكتوره معلش مش سامع، انه هي بتعمل كاركترستيك راديشن طاقه الفوتونات بفرق. ايوه حضرتك كده قربتي تمام. بس نوضحها اكتر. في عند حضرتك الاكس راي اللي هو انسيدنت على البيشنت ده بيعمل انواع من التفاعلات، بيعمل انتر اكشن. تمام، في
نوع انا عندي الاكس راي اللي هو ساقط على البيشنت، تمام. الاكس راي الاول اللي هو خارج من الاكس راي تيوب زي ما كنا بنشرح لحضراتكم، تاني هل هو بول انرجيتك ولا مونو انرجيتك؟ قلنا ان هو بول انرجيتك، تمام كده. فلو انا عامل ادجستمنت ل 120 كيلو فولت، في الحاله دي الافريج انرجي هتبقى كام؟ هتبقى تقريبا 60 كيلو فولت، تمام كده. زي ما قلنا ان هو الافريج 1/2 to 1/3 الماكسيمم انرجي، تمام. طيب لو انا مدي البيشنت 80 كيلو فولت 80 كيلو فولت، بالتالي الافريج بتاعي هيبقى 40 كيلو فولت. جميل. طيب الاكس راي اللي هو انسيدنت على البيشنت، ساقط على البيشنت، البيشنت في بون، في سوفت تيشو، في مسل، في ووتر، في فات، ديفرنت ماتيريال ديفرنت دينستيز بكثافات مختلفه، تمام. الانتر اكشن اللي بيحصل ما بين الاكس راي فوتون وما بين الماتيريالز المختلفه اللي موجوده بيعتمد على كثافة المادة وبيعتمد على الطاقة بتاعت الاكس راي فوتون. في عندي لو الطاقة دي قليلة، يعني بتتكلم في low energy من الاكس راي فوتون، بتعمل حاجة اسمها photo electric interaction، ان الاكس راي فوتون ده ينتراكت مع الالكترون اللي موجود في الالكترونيك شيل حوالين النيوكلس ويديله كل طاقته ويخرج الالكترون ده، وبسمي الالكترون في هذه الحاله فوتو الكترون. الفوتو الكترون ده يحصل له كومبليت ابسوربشن جوه البيشن، يعني بيمتص جوه البيشن، تمام. طيب ده بيحصل امتى مع اللو كي في او لو انرجي كي في اوف اكس راي؟ بيزيد احتماليه هذا الفوتو الكتريك انتر اكشن مع الكثافه العاليه زي الصبغه زي العظم زي الميتال، يزيد حدوث هذا الانتر اكشن. طيب الانتر اكشن الثاني ان الاكس راي فوتون ما يتفاعلش مع الانر موست الكترون، لا يتفاعل مع الاوتر موست الكترون ويقوم مديله جزء من طاقته فيتحرك الالكترون، وهو نفسه يحصل له سكاتر وبقى اسمه سكاتر دي فوتون. يعني الفوتون يدي جزء من طاقته الالكترون فالالكترون يتحرك بيه، وهو نفسه يتحرك بانجل اسمها سكاتر دي انجل. وهنا الانتراكشن الثاني اسمه كومبتون سكاترينج، كومبتون سكاترينج. طيب الكومبتون سكاترينج معتمد بشكل اساسي على الطاقه، كل ما الطاقه عليت كل بقى هو مور دوميننت عن الفوتو الكتريك انتراكشن، تمام. طيب في سكاتر هيحدث اكتر في الفوتو الكتريك افكت ولا في الكومبتون انتراكشن؟ مين فيهم هيدي سكاتر اعلى للفوتونز؟ كومبتون هايل جدا. اذا في الهاي انرجي الفوتو الكتريك افكت احتماليته اقل من الكومبتون، صح كده؟ في الهاي انرجي، تمام. طيب وبقى في عندي سكاترد عالي، السكاتر يزود الكونتراست في الايمج ولا يقللها؟ لا يقللها.
بيقلل الكونتراست في الايمج، وهو ده اللي بيحصل، وهو ده اللي بيحصل. انك انت الهاي كي في اداك افريج انرجي 60 كيلو فولت، فبقيت في الرينج بتاع ان الكومبتون بقى مور دوميننت عن الفوتو الكتريك افكت، فزود السكاتر فوتون، فزياده السكاتر فوتون دي قللت الكونتراست اللي موجود في الايمج في الصوره، لان ما حصلش كومبليت ابسوربشن للفوتون، ما زودش التباين، ده اداك سكاتر فوتون عمل الديستورشن في الايمج بتاعتك. طيب في حاله اللوكي في كان الفوتو الكتريك افكت هو اللي اعلى، فيحصل فوتون ابسوربشن بشكل كبير، فيزيد التباين ما بينه وما بين الاورجانز الثانيه، فيديك كونتراست عالي. في حته ثانيه اسمها الكي ايدج اللي الدكتوره كانت بتتكلم عليها، اللي هي ايه؟ ان الصبغه ايودين، الايودين ده الكي شيل بتاعه عباره عن اتوم، اتوم ليها نيوكليس، الالكترون اللي موجود في الكي شيل بتاعه يحمل طاقه تقريبا مقدارها 33 كيلو الكترون فولت. يعني ايه؟ يعني البايندينج انرجي بتاعته 33 كيلو الكترون فولت. يعني ايه؟ يعني عشان اعمل له ريموفنج واشيله من مكانه محتاج 33 كيلو الكترون فولت او اكتر شويه. كل ما قربت من قيمه الفاليو دي، كل ما انت تقدر تشيله او تقدر تنزعه من الاتوم. طب لو نزعت الالكترون ده من الاتوم بتاعه الايودين بتاع الصبغه، انت كده بتعمل اني انتراكشن اللي هو الانر موست شيل الانر موست شيل، بتعمل فوتو الكتريك افكت اللي هو بيحصل فين؟ في اللو انرجي. طب الافرج انرجي كانت في اللو انرجي كام؟ كانت 40 كيلو فولت، يعني قريبه من 33. يعني زودت كمان الفوتو الكتريك، يبقى زودت الفوتو الكتريك انتراكشن بتاعه، يبقى انت كمان زودت الابسوربشن بتاع الفوتون مع اللو انرجي، فزودت الكونتراست اللي موجود في الايمج دي. فهمت؟ تمام يا دكاتره؟ فهمناها. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفوتو الكتريك انتراكشن، واتكلمنا كمان عن الكومبتون انتراكشن ودورهم واهميتهم في الايمج الكونتراست اللي بيطلع، ومع كمان حالات الايودين او حالات الصبغه بالنسبه لي. طيب هو في حد عايز يدخل او حاجه؟ انا مش فاهم.